أهلا بكم مشاهدينا في النشرة الاقتصادية. أعلن مصرف البحرين المركزي عن تغطية الإصدار رقم 1982 من أذونات الخزانة الحكومية الأسبوعية التي يصدرها المصرف نيابة عن حكومة مملكة البحرين، وتبلغ قيمة هذا الإصدار 70 مليون دينار بحريني لفترة استحقاق مدتها 91 يوما تبدأ في 20 من شهر سبتمبر 2023 وتنتهي في 20 من شهر ديسمبر 2023. كما بلغ معدل سعر الفائدة على هذه الأذونات 6.55%. أعلنت هيئة البحرين للسياحة والمعارض عن تسيير 5 سفن سياحية جديدة ستصل إلى ميناء خليفة بن سلمان، وذلك استعدادا لاستقبال موسم السفن السياحية الجديد للعام 2023-2024 بتوسيع قاعدة الزوار وتحسين تجربة السياح على متن السفن. جاء ذلك خلال مشاركة الهيئة في معرض ومؤتمر سي تريد كروز أوروبا والذي عقد بولاية هامبورغ الألمانية. هذا وأكد الدكتور ناصر قائدي الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض أن موسم السفن السياحية من المتوقع أن يشهد زيارة حوالي 47 سفينة، مشيرا إلى أن الهيئة تحرص دائما على التواجد في المؤتمرات والمعارض العالمية للالتقاء مع كبرى شركات السفن السياحية وبحث سبل التعاون المثمر معها. وللحديث أكثر حول هذا الموضوع يسرنا أن ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ أنس العامر رئيس قسم التراخيص في هيئة البحرين للسياحة والمعارض. مرحبا بك في النشرة الاقتصادية أستاذ أنس. كيف يساهم استقطاب السفن السياحية في تعزيز الاقتصاد الوطني؟ حياكم الله ومشكورين على الاستضافة. في الواقع احنا استثمرنا فرصة مشاركة مملكة البحرين في معرض سي تريد كروز أوروبا لتسليط الضوء على ما يمتاز به القطاع السياحي في المملكة من عناصر جذب مهمة للسياح من مختلف دول العالم، ولتعريف المقاصد السياحية في البحرين. نعم. بالإضافة للتقدم والنمو السريع اللي يحققه القطاع السياحي ككل. واهتمامنا بهذا المعرض نابع من الحقيقة أن رحلات الكروز البحرية هي تجربة سياحية فريدة وتشكل ركيزة مهمة لنمو السياحية وزيادة مردودها الاقتصادي. نعم. وتعزيز مساهمتها في زيادة الدخل وتنوع مصادره. نعم. وخلق الفرص العمل، خاصة أن قطاع السفن السياحية يعتبر حاليا من أسرع قطاعات سياحية نموا في العالم. الكروز الواحد يشيل أعداد كبيرة من السياح، والسايح اللي يوصل مملكة البحرين عبر رحلة الكروز البحرية شوفه يقصد كثير من مقاصد والأماكن التراثية، يروح سوق المنامة أو المحرق أو طريق اللولو، قلعة البحرين أو عراد، ويشتري المنتجات والتذكاريات منها ويقصد المجمعات التجارية بهدف التسوق، وأيضا يستخدم حافلات الأجرة وأيضا حافلات السياحية، ويدخل المطاعم أيضا لأنه من النوع اللي يحب يجربون الأكلات الشعبية البحرينية. نعم. وإحنا نمتاز بهاي الشيء بعد. بالإضافة ذي كله نرى النشاط الكبير للشركات السياحية البحرينية في موسم السياحية للكروز، والمرشدين السياحيين البحرينيين أيضا يعتبر هذا الموسم مهما لهم. لذلك البحرين رهنت بشكل دائم على استقبال أعداد متزايدة من سياح الكروز، ومملكة البحرين صارت محطة مهمة لجميع السفن السياحية. شكرا لكم. نعم الأستاذ أنس العامر رئيس قسم التراخيص في هيئة البحرين للسياحة والمعارض، شكرا جزيلا لك. والآن نترككم مع أداء الأسواق المالية الخليجية. نظمت جمعية الإنماء والتطوير مؤخرا ندوة بعنوان الصيرفة الخضراء
هذا المصطلح يطلق على الممارسات العادية للبنوك بتقديم نفس الخدمات والتمويلات المصرفية، ولكن بطرق تعتمد على ممارسات صديقة للبيئة. للحديث أكثر حول هذا الموضوع يسرنا أن تنضم إلينا عبر الهاتف الأستاذة دولة الملا، باحث دكتوراه في تحليل الأعمال بجامعة البحرين. مرحبا بك في النشرة الاقتصادية. بداية أستاذة، ما هي فكرة الصيرفة الخضراء وكيف تختلف عن الصيرفة التقليدية؟ مرحبا عزيزتي سيرين. طبعا الصيرفة الخضراء هي عبارة عن ممارسة الأنشطة المصرفية العادية أو التقليدية، ولكن بطرق مختلفة بحيث تهدف إلى تحقيق الحياد الكربوني. ففكرة الصيرفة الخضراء تشبه تماما ترى فكرة الشخص اللي يتبنى نمط حياة صحي، بحيث يستمر في تناول الطعام والشراب كما كان يفعل سابقا، لكن سوف يختار الأطعمة الصحية. يعني وهنا الصيرفة الخضراء أيضا هي عبارة عن تقديم نفس الخدمات والتمويلات المصرفية، ولكن بطرق تعتمد على ممارسات صديقة للبيئة، وذلك بهدف حماية الأجيال الحالية والمستقبلية. نعم أستاذة دولة، ماذا عن استراتيجيات تطبيق هذه الصيرفة الخضراء؟ طبعا البنك يقدر يتحول من بنك عادي إلى بنك أخضر عند تطبيق ثلاث استراتيجيات رئيسية. أول استراتيجية ممكن تكون هي تعزيز الصيرفة الخضراء في العمليات الداخلية للمصرف. مثلا صاحب القرار في البنك يبدأ بمراجعة كل عملية تنفذ في المصرف ويقيس البصمة الكربونية لها، وبالتالي يحاول أن يقللها قد ما يقدر. مثلا ممكن أن صاحب القرار في البنك ينقل موظف في خدمة العملاء إلى فرع قريب من منزله، بحيث وبهذه الطريقة سوف يخفف نسبة الغازات الدفيئة الضارة باستخدام وسائل النقل. هذه استراتيجية واحدة وفي تحتها اقتراحات كثيرة. واستراتيجية ثانية هي عبارة مثلا تعزيز الصيرفة الخضراء في الخدمات المصرفية المقدمة للعميل. والحمد لله في مملكة البحرين التحول الرقمي ساهم بشكل كبير في تخفيض البصمة الكربونية، بحيث أن العمليات السحب والإيداع وغيرها من العمليات المصرفية ممكن القيام بها عن طريق الجوال أو الإنترنت. والاستراتيجية الأخيرة ممكن تكون اللي هي تقديم التمويلات الخضراء للعملاء. فهني لابد من المصارف التجارية أن تبدأ بإصدار منتجات تمويلية صديقة للبيئة، ومثل إصدار السندات الخضراء لتمويل المشاريع الضخمة سواء داخل البلد أو خارجها. وفي هني في هذا الصدد ممكن تكون ثلاثة أنواع من المشاريع الخضراء: مشاريع للحد من التغير المناخي اللي هي مثلا الاستثمار في الطاقة المتجددة أو زراعة الغابات، ونوع ثاني من المشاريع ممكن تكون للتحول البيئي وهي مشاريع للشركات الراغبة في التحول من استخدام الطاقة الغير نظيفة إلى الطاقة المتجددة. وآخر نوع ممكن يكون اللي هو مشاريع للتكيف مع الأخطار المناخية، يعني عقب حدوث الخطر خلاص الخطر مثلا لابد منه. هني ممكن يعني الحكومات تضع بعض الخطط للتكيف مع هذه الأخطار، وهذه تعتبر مشاريع تحتاج إلى استثمار من البنوك، مثل ما قررت مملكة البحرين لوضع خطط لتصدي خطر ارتفاع مستويات البحر إن شاء الله في السنوات القادمة بإذن الله. الأستاذة دولة الملا، باحث دكتوراه في تحليل الأعمال بجامعة البحرين، شكرا جزيلا لك. والآن نترككم مع أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية وأبرز العملات العالمية.